رأى فيلم بيرد بوكس الذي تدور أحداثه بعد نهاية العالم النور في نهاية 2018، لكنه اكتسب بالفعل شعبية ساحقة. لكن هذا الفيلم ينطوي على أكثر مما قد يظن بعض المشاهدين. رقم 1. في البداية أتيحت لك فرصة معرفة شكل الكائنات. من أكثر الأشياء إثارة للاهتمام في الفيلم الذي يبقي معجبي الإثارة يقظين في الليل هو ظهور الوحوش الغامضة. يقول كاتب السيناريو إريك هالسرير أن صانع الفيلم أراد في بداية الأمر إظهار المخلوقات على الشاشة. كان يفترض وجود مشهد حيث تلتقي مالوري مع الوحش داخل المنزل. السبب لعدم تجسيد المخلوق في الفيلم مرتبط بحقيقة أنه لم يكن مخيفاً، كان ذلك مضحكاً للغاية. بدا الوحش مثل الرجل الأخضر يشبه الثعبان وله وجه طفل مرعب. لسوء الحظ كلما قاموا بتصوير المشهد جعل هذا المخلوق ساندرا بولوك تضحك. بطبيعة الحال لم يتوافق هذا مع الجو العام للفيلم. في النهاية أقرت مخرجة الفيلم سوزان بير بأن إزالة الوحش من الفيلم كانت فكرة صائبة. رقم 2. يستند الفيلم على الكتاب، لكن العديد من التفاصيل تختلف عن الرواية. بيرد بوكس مبني على كتاب يحمل نفس الاسم كتبه جوش مالرمان ونشر في عام 2014، لكن هناك العديد من الاختلافات الهامة بين الرواية والفيلم. فيما تتكشف الأحداث في ديترويت في الرواية، تجري أحداث الفيلم في شمال كاليفورنيا. لعب الممثل جون ماغلوفيتش دور دوغلاس، الرجل الذي فضل التركيز على نفسه والشرب خلال نهاية العالم. لكنه من وجهة أخرى غالباً ما كان صوت العقل لمن يقيمون في المنزل. المثير للاهتمام أن هذه الشخصية لا توجد في الرواية. في الفيلم توب شخصية مهمة يبقى مع مالوري والأطفال حتى النهاية تقريباً، ويعيشون كعائلة لحوالي 5 سنوات حتى بعد فقدان بقية سكان المنزل حياتهم. لكن بعد ذلك يضحي توم بنفسه ليعطي مالوري والأطفال فرصة للهرب. لسوء الحظ لا يلعب توم دورا هاما في الرواية ولا ينجو من خيانة جاري. في الكتاب تتلقى مالوري مكالمة من ريك بعد موت توم، وتمضي 4 سنوات في تدريب نفسها والأطفال لأجل رحلة الملجأ. في الفيلم لا يعرف توم ومالوري عن الملجأ في البداية، ولا يتلقون مكالمة ريك حتى 5 سنوات لاحقة. وأخيرا وليس آخرا، تختلف نهاية الكتاب قليلا عن نهاية الفيلم. في الفيلم سترى أن مالوري والأطفال يصلون إلى بر الأمان. في الملجأ يجدون الكثير من الناس المبتسمين والسعداء، والتفسير الوحيد لهذه الظاهرة هو أن المكان كان مدرسة سابقة للمكفوفين. لهذا السبب فلا يمكن لمعظم سكان المكان رؤية المخلوقات على أي حال. لسوء الحظ فإن نهاية الكتاب أكثر فظاعة بكثير. تغادر الوحوش ذلك المكان لوحدها بعد أن يتعمد الناس هناك إعماء أنفسهم حتى لا يروا تلك الكائنات الرهيبة. يبدو هذا قاسياً. رقم 3. حطم بيرد بوكس أرقام نتفليكس. بدأت لعبة سبوكر الجديدة في اكتساب شعبية مذهلة بعد إطلاقها. وفقاً لشركة نيلسن، وهي شركة للمعلومات والبيانات والقياس، شاهد أكثر من 26 مليون مشاهد في الولايات المتحدة الفيلم في الأسبوع الأول من إطلاقه على نتفليكس. جعلته نسب المشاهدة هذه أفضل أسبوع على الإطلاق لفيلم نتفليكس. أما بالنسبة للجمهور العالمي، يقال إن أكثر من 45 مليون شخص شاهدوا الفيلم في أيامه 7 الأولى. لكن لا يوجد لدى نيلسون ونتفليكس أدلة قوية على هذه الحقيقة. رقم 4. كانت ساندرا بولوك تضع عصبة حقيقية أثناء التصوير ولم تكن تستمتع بوقتها. كانت فكرتها أن تقضي جزءاً كبيراً من التصوير معصوبة العينين حقاً. اعتقدت أن هذا سيضيف بعض الواقعية إلى تمثيلها. من جهة أخرى خلق هذا بالتأكيد صعوبات عند صنع الفيلم. مثلاً اصطدمت ساندرا بولوك بالكاميرات، وحسب تقديراتها قضت حوالي 50% من وقت التصوير وهي معصوبة العينين. لكن كانت هناك لحظة أزالت فيها بولوك طبقة من عصبة العينين، وذلك عندما كانت تجري مع الولد والبنت.
كانت بحاجة أن ترى على الأقل الخطوط العريضة لما يحيط بها حتى لا تصدم الأطفال بالأشجار عن طريق الخطأ. في العادة عندما يمثل الممثل مشهداً بعصبة العينين فإنه يقص الثقوب فيها ولا يواجه مشاكل. رقم 5. المواقع في الفيلم تواصل التغير. يبدو أن مواقع التصوير تتغير طوال الفيلم. في البداية يذكرون بعض الأماكن في شمال كاليفورنيا مثل ساكرامنتو وسوسالايتو وسانتا روزا. أما بالنسبة للنهر الذي تعبره مالوري والأطفال فهو يقع بالقرب من حدود كاليفورنيا وأوريغون، نهر سميث. لكن حسب صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل يقع المنزل الذي يختبئ فيه الناجون في لوس أنجلوس جنوب كاليفورنيا. رقم 6. هناك عدة معان خفية في بيرد بوكس. بعد إطلاق الفيلم بدأ المعجبون بالبحث عن معان خفية فيه. اكتشف بعضهم أن من رسائل الفيلم الخوف من الأمومة والأبوة. نجد أم لاميلوري مشاعر مختلطة حول الأمومة، كما أن البعض على يقين من أن النهر في الفيلم يمثل تحديات الأمومة. فكرة أخرى للفيلم هي كم أصبح الناس وحيدين هذه الأيام في عصر وسائل الإعلام الاجتماعية. في بداية الفيلم ترسم مالوري لوحة كبيرة فيها الكثير من الناس يبدون كأنهم في مجموعة، لكن شقيقة مالوري جيسكا تلاحظ أنهم يبدون وحيدين جداً رغم تقاربهم من بعضهم البعض. هذا ما يحدث في عالمنا اليوم. الواقع الافتراضي ووسائل الإعلام الاجتماعي تحل محل التواصل الحقيقي، كما أن ثمة رأي بأن الفكرة الرئيسية للفيلم تدور حول أهمية العائلة في حياة الشخص. في النهاية يبدو أن مالوري تدرك ذلك أيضاً. رقم 7. علاقة غريبة بين جون ماجلوفيتش والطيور أثناء التصوير. صدمت هذه الحقيقة فريق التمثيل الذين بدأوا يقولون أن الممثل كان يهمس للطيور. ليس لجون ماجلوفيتش خبرة في تدريب الحيوانات، لكن في كل مرة طلب من الطيور تحريك أقدامها كانت تفعل. بالمناسبة شخصية جون ماجلوفيتش دوغلاس هو شخص عجيب. رغم سلوكه المدمر يبدو أنه يتنبأ بالمستقبل. تحدث الكثير من الأمور بالطريقة التي يتوقعها، وأثناء الفيلم قد تلاحظ أنك لا تفكر. ياه لو كنتم أصغيتم لدوغلاس لكنتم في حال أفضل الآن، ولكن لو فعلوا لكان الفيلم مملا، أليس كذلك؟ رقم 8. لا يزال عنوان الفيلم يحير بعض الناس. كثير من الناس يجدون اسم بيرد بوكس اسما غير مألوف لفيلم الإثارة. الأكيد أن الطيور جزء من القصة، وهذا جزء مهم جدا. يعتقد بعض الناس أن الاسم يأتي من صندوق الأحذية حيث يحتفظ الأطفال بطيورهم، لكن هناك رأي آخر يشير إلى أن اسم الفيلم يلمح إلى الملجأ الذي تراه في النهاية، لأن فيه منطقة خاصة مليئة بالطيور. وها أنت ذا، ما فكرتك عن اسم الفيلم؟ وأي من الحقائق في الفيديو فاجأتك أكثر؟ اكتب عن أفكارك وانطباعاتك في قسم التعليقات أدناه. تذكر أن تعطينا إعجاباً ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك، وانقر على اشترك للانضمام إلينا على الجانب المشرق من الحياة.